فاضل مباشرة من محطة ورقلة الجوية ودائما في برنامج صباح الخير يا جزائر، الآن مع ركن جديد وفقرة جديدة للحديث عن المقاولاتية وكذلك المؤسسات الناشئة. في البداية أستضيف كل من الأستاذ يوسف جودي، مدير مؤسسة الشباب بولاية ورقلة، مدير ديوان مؤسسة الشباب بولاية أهلا ورقلة. أهلا وسهلا بك سيد يوسف. أهلا أستاذ أيوب، صباح الخير المشاهدين الكرام لمحطة ورقلة التلفزيون الجزائري بورقلة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. وطبعا يسعدنا كذلك أن نستضيف السيد منصف معاد وهو مدير حاضنة الأعمال سمارت أكاديمي. أهلا وسهلا بك بتوجرت. أهلا وسهلا بكم ونشكر الإذاعة والتلفزيون محطة ورقل على هذه الاستضافة. مرحبا بكما. إذن حديثنا راح يكون عن الدورة التكوينية حول مقاولاتية والشباب التي نظمت بحر هذا الأسبوع بولاية ورقلة. طبعا هذه القافلة حطت الحالة بولاية ورقلة، سنتحدث فيها مع الأستاذ يوسف جودي، وكذلك سنتحدث عن منتدى برنامج المزارع الذكية الذي نظم كذلك قبل أيام بتوجرت وتحت رعاية وزير اقتصاد المعرفة ومؤسسات الناشئة والمصغرة. طبعا هذا البرنامج هو دمج التكنولوجيا والذكاء الصناعي في مجال الإنتاج الفلاحي والغذائي وتربية المائيات. هذا الموضوع طبعا راح يكون مع السيد منصف معاد. إذا في البداية نتحدث عن المقاولاتية وعن هذه القافلة التي حطت رحالها هنا بولاية ورقلة. طبعا السيد يوسف جودي، حدثنا أولا عن هذه القافلة وعن موضوعها. في الحقيقة أن هذه القافلة المقاولاتية التي نظمت في نهاية هذا الأسبوع على مستوى ولاية ورقلة كانت داخل برنامج وزارة الشباب والرياضة، وكذلك توأمة بين ولاية ورقلة، مديرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة وديوان مؤسسات الشباب مع ولاية الغواط، حيث أن هذه القافلة نظمت نهاية الأسبوع من تنظيم جمعية طفولة السعيدة لولاية غردايا، موسومة تحت شعار مرافقة الشباب بالمشاريع وتعزيز قيم المواطنة، مست تقريبا كل أحياء ولاية ورقلة وخاصة مناطق الظل على مستوى ولاية ورقلة. طيب، هي جمعية الطفولة السعيدة ولاية غردايا جمعية رائدة طبعا بنشاطاتها وخاصة في قافلة المقاولاتية. نعم. بعدما حطت رحالة في العديد من الولايات، 11 ولاية على ما أعتقد، كان آخر مرة هنا في ولاية ورقلة. نعم. خلال نهاية الأسبوع، طبعا ما هو الهدف من هذه القافلة أو من هذه المقاولاتية أستاذ يوسف؟ أريد أن أقول في البداية كذلك أن هذه الجمعية تحصلت على منحة من المشاريع التي تمول من طرف الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وكان من أهم أهداف هذا الدورة التكوينية هو غرس ثقافة المقاولة وكذلك المواطنة لدى الشاب الجزائري وخاصة في ولايتنا، كذلك إدراج أو دفع الشباب لإنشاء مقاولات ما يسمى بالستارت اب على مستوى ولايه ورقلة، لاننا متاخرين في هذا المجال، ولهذا سعينا لتكوين ما يقارب 35 شاب من جنسين ذكور واناث على الالتحاق بهذه الدوره والاستفاده من التقنيات كيفيه انشاء مقاولات شبانيه لهؤلاء. طيب، قبل أن أمر للحديث عن الورشات وعن المشاركين وكذلك المشاركون والمؤطرون إلى غير ذلك، روح لي أيضا ضيفنا منصف معاد. في البداية حدثنا وعرفنا عن هذه المؤسسة الناشئة وعن حاضنة الأعمال سمارت أكاديمي بتوجرت. مؤسسة سمارت أكاديمي هي حاضنة أعمال متحصلة على علامة حاضنة أعمال من طرف وزارة الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. عندنا انطلقنا من الموسم الماضي حيث كان موسم يعني فيه نشاط كبير على مستوى ولاية تجورت وولاية ورقلة، يعني أطرنا ما لا يقل على 300 شاب وموظف وطالب جامعي ومتربصين مع التكوين المهني في على أساسيات المقاولاتية، على إعداد نموذج تجاري يعني بيزنس بلان، على إعداد البيزنس كانفا، كذلك هي تقنيات لتأسيس في المقاولاتية وكذلك على التسويق. درنا نشاطات يعني تظاهرات في المهن والحرفيين للمواجهة الحرفيين والمهن والابتكارات، كذلك لم نستثني يعني المقاولاتية النسوية اهتمينا بها اهتمام خاص.
الهدف من الحاضنه الاعمال هو مرافقه حاملي افكار وحاملي مشاريع. حامل الافكار يعني مازال عنده الفكره، مازال ما كونش يعني الرؤيه تاعو للمشروع. حاملي المشاريع عنده المشروع يعني معالمه واضحه. الاثنين نرافقهم يعني سواء يعني على مستوى الحاضنه يعني مقر الحاضنه، نوفر لهم اماكن وين يشتغلوا والانترنت وفضاء يعني والمعدات، وكذلك الخبراء في كل في ميدانه ونتقدموا معه. والحق يعني في نهايه الموسم الاول يعني كان الشباب اللي تقدموا وتحصلوا على علامات مشروع مبتكر من الوزاره، والان انا في صدد تحضيرهم الى المراحل المقبله كالتمويل والتسريع. جميل، خاصة بأن ربما فئة المصادفة في هذه الحاضنة تشمل الشباب وحتى أيضا فئة النسوية. نعم، احنا كما ديما شعارنا نقولوا لا نستثني أحدا، وخاصة مع الإصدار القانون الأخير اللي يمكن كذلك أصحاب المهارات الموظفين أنهم ياخذوا عطلة استثنائية من أجل إنشاء مؤسسة. هذا زاد حافز، لأنه دائما يعني نقولوا كان مهارات مخفية في وسط المؤسسات وما عندوش الفرصة كيفاش يبان. إذا جاء خصص له قانون اللي يعني باش يبرز إمكانياته ويحقق يعني ويخلق هذه المؤسسة الناشئة اللي يفيد ويحل بها مشاكل واقعية ممكن حتى في العمل تاعو وتمد دفعة إنتاجية كبيرة. جميل، راح نعود نرجع لك فيما بعد إن شاء الله ونتحدثوا عن برامج المزارع الذكية. نعود نرجع للأستاذ يوسف، نتحدثوا الآن عن التعطير أو المؤطرون اللي أطروا هذه القافلة، قافلة المقاولاتية والشباب اللي نظمت بحر هذا الأسبوع. المؤطرون في الحقيقة كانوا من جمعية الطفولة السعيدة لولاية غاردية، متمثلة في دكتور في ماناجمنت من جامعة الجزائر العاصمة، وكذلك في أساتذة من جمعية اللي عندهم باع كبير في كيفية إنشاء المواطنة وحتى كيفية تعزيز كيفية إنشاء عفوا المقاولاتية وآليتها، وكذلك الشق الثاني المتعلق بالمواطنة لدى فئة الشبانية. جميل، طيب زميلنا مشرف المزارع نعتقد كان حاضرا في هذه القافلة، قافلة المقاولاتية والشباب التي نظمت بديوان مؤسسات الشباب بورقلة، وعاد لنا بهذا الروبورتاج. الدورة التكوينية للجمعيات الشبانية لولاية ورقلة والهادفة إلى مرافقة الشباب في المشاريع وتعزيز المواطنة جاءت في طبعتها 11 هذه السنة تحت شعار استشراف تكوين مرافقة. في إطار تعزيز المواطنة، مفهوم المواطنة لدى شباب ساكنة ولاية ورقلة، وكذلك غرس ثقافة المواطنة وكيفية إنشاء المقاولاتية، قطاع الشباب والرياضة وعلى رأس مديرية شباب والرياضة بورقلة وديوان مؤسسات الشباب استضفنا اليوم وعلى بركة الله لمدة يومين جمعية الطفولة السعيدة لولاية غردية لتنظيم دورة تكوينية لفائدة عفوا شباب ولاية ورقلة كل جمعيات، وقد مست هذه العملية كل بلديات وأحياء ولاية ورقلة وخاصة مناطق الضل من جمعيات دور الشباب. الدورة التكوينية هذه جاءت بالتنسيق بين قطاع الشباب والرياضة لولاية ورقلة وجمعية الطفولة السعيدة لولاية غردية التي ساهمت بمجموعة من المختصين نشطوا عدة ندوات وورشات. تهدف الدورة إلى غرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب عبر مختلف ولايات الوطن، وإلى تشجيع الشباب على الولوج إلى عالم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الناشئة. الدورة احتضنتها ديوان مؤسسات الشباب بورقلة بمشاركة حوالي 30 شاب من مختلف أطياف المجتمع المدني، الحركة الجمعوية والأفواج الكشفية. فعاليات اليوم الثاني تضمنت تنظيم ورشات يعني تطبيقية حول آليات تركيب المشاريع، ومن المنتظر أن تختتم بتوصيات عملية وتوسيع الشهادات على المشاركين. ويبقى هدف جمعية الطفولة السعيدة طبعا غرس السعي مع مؤسسات الدولة لغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب في الجزائر. الحضور من شباب وممثلي الجمعيات جاءوا هنا للاستفادة من عروض المختصين وعروض بعض التجارب الناجحة في مجال الاستثمار لبعض الشباب بالمنطقة. جئت اليوم لهذه الدورة التي قامت بها جمعية الطفولة السعيدة لكي أكون ضمن الحضور ولكي أستفيد من المعلومات القيمة التي كان يدلي بها الأستاذ المكون مشكور على كل، وكذلك لكي أجسد فكرتي، لأني أنا أملك فكرة لكن تجسيدها على أرض الواقع
قبل كنت نشوف في حاجة مستحيلة ما نقدرش، لكن مع توجيهات تاع الأستاذ والتسهيلات اللي راهي تمد فيها الدولة الجزائرية مشكورة عليها، إن شاء الله بإذن الله من اليوم فصاعدا راح نبدا نجسد فيها على أرض الواقع إن شاء الله. المشروع تاعي بديته في أكتوبر 2020، أكتوبر 2020 كانت لدي من شغف تحولت إلى فكرة، من فكرة تحولت إلى تجسيد على أرض الواقع، من بداية من حوض صغير إلى 3 أحواض كبيرة. وننصح أي شباب عنده فكرة أو مشروع يدير دراسة تقنية للمشروع ويبدأ يدخل في المجال. والنصيحة اللي نقدمها هو تطوير الذات أو تطوير في فكرة المشروع. تطوير فكرة المشروع عبارة عن في حضور دورات، حضور ملتقيات، حضور اندماج مع جمعيات. إجيت اليوم شاركت في هذه الدورة هذه باش نطور الفكرة تاعي. عندنا أفكار، احنا كشباب عندنا أفكار بزاف بصح ما عندناش اللي طورنا الفكر تاعنا. الحمد لله هاد الدورة تاع المقاولتية عاونتني بزاف، وراتنا عطاتنا أهم الأفكار اللي نقدروا نطوروا بهم المشاريع تاعنا، وإن شاء الله يا ربي تكون كيما نقولوا حاجة مليحة للشباب تاعنا، إن شاء الله كل ينضموا ليها ويشاركوا في هذه الدورات هادو باش كيعاونوهم بزاف في تطوير المشاريع تاعهم. هذه الدورة التكوينية التي احتضنها مقر ديوان مؤسسات الشباب بورقلة ستساهم بصفة كبيرة في مساعدة الشباب لتجسيد مشاريعه. شكرا يا زميل مشري مزار على هذا الروبورتاج. طبعا كان حاضر معكم في هذه القافلة، قافلة المقاولتية والشباب التي كانت على مدار يومين. أستاذ يوسف، نتحدث الآن عن المشاركون في هذه الدورة أو هذه القافلة قبل أن تحدث عن المحاور. كما ذكر السيد رئيس الجمعية في التقرير أن عدد المشاركين كان 30 مشارك، مست خاصة الشباب الغير مهيكل في المؤسسات الشبانية، وكذلك المنخرطين الموجودين داخل المؤسسات الشبانية الذين يبلغون سن 18 سنة حتى 35، الحركة الكشفية وبعض الجمعيات المتجهة على مستوى ولاية ورقلة، وطلب جميعين جامعة قصدي مرباح، والأخت التي ظهرت في التقرير من المجلس الأعلى للشباب كانت من المشاركين في الدورة. إذن حاولنا أن نمس كل أطياف والذكور والإناث في هذه الدورة. جميل جدا. طيب راح نعود ونرجع لك فيما بعد. الآن نرجع لضيفنا مصف معاد، طبعا نتحدث عن اللقاء الأخير اللي قمتم به أو برنامج الأخير اللي هو برامج المزارع الذكية، وهي دمج تكنولوجيا والذكاء الصناعي في مجال إنتاج الفلاحي وكذلك الغذاء وتربية المائيات. طبعا هذا الملتدى أو هذا الملتقى اللي كان تحت رعاية السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، حدثنا كذلك عن هذا العمل اللي قمتم به مؤخرا. إذن برنامج المزارع الذكية نظمته حاضنة الأعمال سمارت أكاديمي بالشراكة مع مركز البحث الزراعي إنرا، لنوجه لهم تحية السيد المدير والمديرية البحث السيد عبد الرحمن والسيد الأخضري، حتى هي عضو المجلس الأعلى العلمي، اللي هما المرجعية العلمية المشاركين اللي شاركوا معنا في هذه الفعاليات. الفعاليات هي عبارة عن انطلاق البرنامج، وليس فعاليات لهذه الأيام، هو انطلق البرنامج يوم 25 26 27 أكتوبر اللي نظمنا خلاله معرض مصغر لشباب اللي متحصلين على علامات مشروع مبتكر من الوزارة. طيب على ذكر المعرض، عندنا مجموعة من الصور إن شاء الله راح نشاهدها بعد لحظات قليلة يخص هذا المعرض، وهذا أيضا فعاليات هذا البرنامج مزارع ذكية. تفضل. المعرض هذا كما قلنا باش الناس بالشباب كان هو اول واجهه باش الشباب يشوفوا نتائج ميدانيه، وشباب اللي تحصلوا على علامات مع الوزاره. كذلك ضمت ورشه تكوينيه تدريبيه على اعداد، نعم، كما نشاهد في هذه الصور طبعا، ولا كيف اجد فكره مبتكره، وكذلك هذا عباره عن درون اللي معالجه امراض
النخيل، يعني مشروع جد مبتكر وجد مهم، لانه الباتريمون يعني النخله في منطقتنا متعرضه للكثير من الامراض. هذا درون عباره عن يروح ويستهدف ويعالج الامراض في التمور. اذا كنت نقول انه الورشه التدريبيه هذه مكونه من فئات مختلفه، وهذا الشيء كان مميز، لانه اول مره يتلاقى متربص من التكوين المهني مع دكتور ويعمل معه في نفس الفريق، وهذا هو الشيء لا سينرجي اللي كنا حابين نخلقوها، التفاعليه، لانه المكتسبات العلميه مش محدوده عند شخص. اذا كانت الفئه المستهدفه هما الباحثين، طلبه جامعيين وطلاب متربصين معهد التكوين المهني، وضمت يعني طلبه من التكوين المهني للمعهد التكوين الفلاحي، طلبه الانرا، المختصين المتربصين معهد التكوين المهني في التغذيه، لانه اخترنا مجموعه اللي تستهدف هذا البرنامج من اجل كل يعني في اختصاصه. الاختصاص اليات والضبط في التكوين المهني راح يختص يعني التكنولوجيات، في يدمج التكنولوجيات، طلبة جامعيين راح يختصوا في دمج الذكاء الاصطناعي لانه يعني مستوى اعلى، التكنولوجيات الغذائيه والابتكارات في مجال التغذيه، واكبر يعني لانه اكبر مشكل اللي يواجهه مربي المائيات هو توفير الاعلاف محليا، وكذلك اثمنتها مستهدفين يعني المتربصين والمختصين في التغذيه اللي يبتكروا خلطات وتركيبات جديده من اجل يعني توفير هذا الاعلاف الغذائيه سواء المواشي سواء المائيات. وكذلك اختتمنا اليوم الثالث بمسابقه لاحسن مشاريع، تسابقوا خمسه يعني بعد الورشه التدريبيه خرجوا يعني خمسه مشاريع اللي تسابقوا وكانوا كلهم على مستوى عالي، يعني مام يعني لجنه التحكيم يعني كانت انبهرت، اللي كانت فيها اربعه بروفيسورات ودكتور مدير دار مقاولاتيه للجامعه، اللي يعني ثمنوا كل اللي كان لازم يختاروا، ولكن كلهم فازوا على كل حال، وراحين يمشيوا معنا الخطوه الثانيه اللي هو يعني البرنامج يعني راحين يتحصلوا على مشاريع ان شاء الله مبتكره من الوزاره، ونرافقهم كذلك في التمويل عن طريق صندوق الدعم اللي تابع الوزاره الاسف، صندوق مهم وطريقه يعني مبتكره وذكيه في التمويل. وكذلك كان برنامج يعني مهم ثاني مسرعه جزائريه الجيريان فونتور، يعني اللي هي ترافق في التكوين وإيجاد سوق لهذا الشباب إن شاء الله. جميل جدا. وكما كنا نشاهده أيضا في الصور والملاحظات، يوجد أيضا إقبال من طرف مختلف الشرائح، خاصة في الشبانية، وأيضا حتى من متربصي أو متربصو مراكز أو معاهد التكوين المهني كذلك. بالفعل إحنا انطلاق البرنامج كان متزامن مع الدخول الجامعي ودخول المعهد التكوين المهني، هذا التزامن يعني كان مبرمج، لانه مبرمج من اجل هذا يعني التزامن مع الدخول، وكذلك ما تزامن مع تزايد عدد المربيين والمزارعين، كذلك الشباب في مجال تربيه المائيات، وكذلك الدعم اللي راه يتقدم فيه الدوله في وزاره الفلاحه ووزاره الصيد البحري لهذا الشباب. اذا وهذا هو المبتغى والهدف الكبير من برامج المزارع الذكيه، لانه شيء جميل انه ننشئ مؤسسة ناشئة، ولكن الأهم أنه أين السوق. إذن المبادرة مش المبادرة، البرنامج هذا هو أنه نخلق تزامن السوق للمؤسسة الناشئة، يعني في 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 إطار في ذاك الوقت اللي رانا نأسه ورانا نوجده في المؤسسة الناشئة، السوق راح يكون واجد ويقدروا يطرحوا الحلول تاعهم. وهنا كما يسمى هذا هو النظام البيئي اللي يخلي المؤسسة الناشئه تعيش. ولقينا انه مدينة يعني المنطقه تاعنا منطقه فلاحيه بامتياز، يعني نظام بيئي جد يعني مهيئ، اللي بتكون يعني من يعني متسهيلات من الوزاره، متسهيلات من السلطات المحليه، من وجود المراكز البحث والجامعات، وكذلك ثقافه المجتمع، ثقافه فلاحيه، يعني بكل سهوله قادرين الشباب يتخاطبوا ويلقوا الناس اللي تفيدهم وتوجههم، لانه التحدي هو انه نحلوا المشاكل اللي راهو تواجه المزارعين ومربين المياه. جميل. طيب راح نرجع لك فيما بعد ونتحدثوا عن البرنامج السنوي او اللي قمتم به، او ان شاء الله راكم تخطوا من اجل القيام به. نعود نرجع للاستاذ يوسف جودي، نتحدث كذا الان عن المحاور، اعتقد المحاور او الورشات اللي كانت خلال هذه القافله، قافله المقاولاتيه والشباب.
على كل حال البرنامج كان على شقين، الشق الأول كان نظري والشق الثاني هو كان تطبيقي عن طريق ورشات، حيث شمل الشطر الأول هو تعزيز ثقافة المقاولاتية والنصوص القانونية المنشأة، كيفية إنشاء المقاولاتية وكذلك آليات إنشاء المشاريع والمقاولاتية وأثرها في تعزيز مفهوم المواطنة لدى الشباب، لأن كما تعلمون بأن الدورة موسومة بتعزيز وغرس ثقافة المواطنة لدى الشباب، وخاصة قطاعنا مهتم بكثير بفئة الشباب. أما الشق الثاني فكان في اليوم الثاني خاص بورشات عمل، حيث كل ورشة أخذت مشروع من جانب النظري من جانب المالي الإداري البيداغوجي، ويتم مناقشة كل مشروع على حدة أمام لجنة مختصة متكونة من إطارات الجمعية، وأعضاء الجمعية يقوم بترشيدهم وتوجيههم ومرافقتهم إلى آخر نقطة، وهي كيفية إنشاء مقاولة على أساس أسس قانونية صحيحة. جميل. طيب بالنسبة بعد يومين من هذا الورشات وكذلك، ما هي التوصيات ربما اللي خرجتم بها في هذه القافلة؟ التوصية الأولى هو مرافقة الديوان، ديوان مؤسسات الشباب، على مرافقة مشاركين عن طريق إنشاء موقع افتراضي ومتابعة كل المشاريع. وإحنا رانا في وقت العولمة والمنصات الأرضية، كذلك إلزام المشاركين انخراط في الحركة الجماعية للمساهمة في التنمية المحلية، كذلك السعي لتأسيس جمعية أو منتدى يهتم بتطوير على المقاولاتية لدى الشباب، وقد أبدينا موافقتنا على أن يكون مقر الديوان حتى نسهل عملية المقر، لأن في إشكال في إنشاء الجمعيات، حتى نسهل عملية المقر سيكون إن شاء الله بديوان مؤسسات الشباب. كذلك تلتزم جمعية الطفولة السعيدة لولاية غردية بمرافقة الشباب في إنشاء الجمعيات من بداية إنشائها إلى نهايتها. هذا تقريبا أهم التوصيات التي خرجت بها الدورة. جميل. عاد نرجع لك سي مصف معاد، طبعا هذه الحاضنة حاضنة أعمال سمارت أكاديمي بدون شك أيضا كانت لها العديد من البرامج أو فعاليات سابقا، أو حتى تحضر مستقبلا كذلك لتنفيذ برنامجها ربما السنوي، يمكن نعرف أيضا نشاطاتكم؟ بالفعل الموسم الأول كما ذكرت سالفا قمنا ببرنامج تحسيسي واسع اللي كان تمثل في قافلة ولائية تحت رعاية الوالي، مع كان معنا شركاء اجتماعيين اللي وصلنا حاولنا بها نوصل كل يعني الطبقات المجتمع، لأنه التحسيس لا يخص الشاب بذاته حتى أولياء الشاب، واللي يعني كانت عندنا زيارات من أولياء يعني أمور يعني مع أبنائهم اللي للحاضنة وتلقاو شروحات على يعني مباشرة وان تو وان. كذلك تنقلنا في المعهد التكوين المهني في ساحات عمومية، كذلك في دور الشباب، لكن لازم يعني ننقلوا يعني ما مفهوم المؤسسة الناشئة اللي كان يعني في البداية غامض نوعا ما، والحمد لله الآن بدأ يتجلى المفهوم يعني حقيقي، وبدأت الناس تقدر تفرق بينه وبين مؤسسة مصغرة. وهذا النشاط أثمر بمعرض في شهر ماي مع المهن وابتكار، اللي مكن من أصحاب يعني المهن اللي في مدينة قرت أنه يعرضوا منتجاتهم، وكان يعني إقبال كبير من الجمهور، وكان يعني انبهار من الجمهور أنه كان طاقات شبانية في قرت اللي قادرة يعني تبدع وتبتكر يعني حلول لمشاكل يعني حقيقية، لأنه المبدأ الكبير تاع المؤسسة الناشئة هو وجد المشكل وحله وليس طرح الحل قبل. نعم. نجد المشكل. أوكي. هناك مشاكل كبيرة في الصناعة في 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 منطقتنا، هناك مشاكل كبيرة في الفلاحة، خاصة في سلسلة شان دو فالور، يعني في سلسلة راح نتموقعوا في سلسلة القيمة الزراعية وفلاحية وتربية المئات، ونحاولوا ناخذ المشاكل ونطرحوا لها يعني حلول عن طريق الستارت اب ان شاء الله. طيب مصف معاد، كلمة أخيرة في قبل ان نختم هذا الركن. نشكر اجدد شكري الى التلفزيون محطة ورقلة، لأنه هذا في مثابة يعني دليل أنه حلقة مهمة في النظام البيئي، اللي مكننا أنه كذلك نوصلوا لعدد كبير يعني الإضافة العمل تاعنا الميداني والتحسيس، يمكننا نوصلوا بسرعة ونعرفوا الشباب
ويعني ويشوفوا معنا يتابعوا بلي كان يعني مؤسسه ناشئه نعم. في مدينتنا ولا في ولايتنا سواء تقرت ولا ورقلة يعني شيء يعني متاح يعني عليهم غير الاتصال وان شاء الله راح خاصه اصحاب المهارات ان شاء الله. هذا واجبنا طبعا وواجبنا تقديم خدمه عموميه هنا في المؤسسه العموميه التلفزيون الجزائري ومن هنا كذلك من محطه ورقلة الجهويه. شكرا جزيلا لك سي مصطفى معاذ. شكرا. كلمه سات. اخيره استاذ يوسف. من جهه اخرى انا اشكر السيد المدير المحطه اللي استقبلنا بصدر الرحب وخاصه اخي ايوب اللي سهلنا الحصه اليوم. شكرا. وكل عمال وعاملات ومصوري المحطه على الاهتمام الكبير لقطاع الشباب والرياضه اللي هو حلقه مهمه في كل القطاعات. ان شاء الله لقاءاتنا في الايام القادمه ان شاء الله تكون لنا مناسبات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا لكما كل من يوسف جودي مدير ديوان مؤسسات الشباب بورقلا، كذلك السيد مصطفى معاد وهو مدير حاضنه سمارت اكاديمي ايضا بتوغرت. شكرا جزيلا لكما. اذا